في إطار زيارة تفقدية يقوم بها العديد من الأوراش بوزان للوقوف على مدى تقدم أشغال مختلف المشاريع، قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر عمارة أن كلفة هذه المشاريع بلغت ما يناهي 600 مليون درهم، مبرزا أنها تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. جينا نديرو ملخص لهاد السيارات، يعني الكلفة الإجمالية تقريبا ديال هاد المشاريع تتجاوز واحد 600 مليون ديال الدرهم. في واحد الشق اللي مرتبط بالبرنامج ديال تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية، فيه تقريبا واحد 200 مليون ديال الدرهم اللي تيخص واحد العدد ديال الطرق مصنفة اللي هي أساسية بطبيعة الحال لربط واحد العدد ديال المراكز واحد العدد ديال الدواوير. إقليم وزان سيستفيد من مواكبة لشبكته المصنفة في غضون السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك اعتبارا لأدوارها الأساسية في تيسير السير ومساعدة مستعملي الطريق وما لها من تأثير إيجابي على التنمية السوسيو-اقتصادية للإقليم. وكنا دائما نتكلم على أن بلا بنية تحتية ما يمكنش نديروا التنمية المجالية. الآن الحمد لله مع البنية التحتية تنشغلوا على مشاريع أخرى اللي عندها علاقة يعني بالتنمية وبالبرامج التنموية. ولهذا اليوم كان يعني حفل، كان اللقاء، كان تدشينات، كان برامج مهمة اللي جميع الشركاء التزموا بالوعودات ديالهم. والآن كما تلاحظون النسبة ديال الإنجاز وصل 85%، لأن كان بعض الطرق اللي تنجزت. ويذكر أن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والترابية بالوسط القروي رصدت له ميزانية إجمالية قدرها 50 مليار درهم، وجاء تنفيذا للتعليمات الملكية بهدف تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية والتكفل باحتياجاتهم الأساسية.